واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. كيف تكون توبتي نصوحا؟ التوبة تكون نصوحا بشروط ثلاثة ذكرها أهل العلم، وهي الندم على فعل الذنب والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه، فإذا جاء بهذه الشروط الثلاثة كانت توبته نصوحا. وإذا كان الذنب الذي اقترفه يتعلق بحقوق الآدميين فإنه يضاف إلى هذه الشروط شرطا رابعا، وهو أن يتحللهم منه بإعادة الحق أو طلب العفو والمسامحة.